خبر بيهم المصريين في الخارج، تحديدا اللي عايزين يشتروا قطع أراضي. والنهاردة الحكومة بتعلن أن هي بتستعد لطرح قطع أراضي جديدة في مشروع الخاص بالوحدات للمصريين في الخارج بيت الوطن. هيكون قطع أراضي في أماكن زي 6 أكتوبر، الشروق، بدر، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة والشيخ زايد وعدد تاني من المدن الجديدة. المفترض هيكون في إطلاق لموقع إلكتروني علشان يسجلوا عليه طلباتهم لشراء القطع الجديدة. خلينا نفهم التفصيل أكتر ونعرف الموضوع هيمشي إزاي والأسعار وكل الإجراءات. وبينضم لينا على التليفون الأستاذ أشرف العمدة، مدير تحرير الجريدة العقارية. مرحب بيك يا فندم. كلمنا على الطرح الجديد لمشروع بيت الوطن، ويعني إيه أهم ما يميز هذا الطرح؟ طب بداية مشروع بيت الوطن ده ليه شقين. الشق الأولاني إن الدولة بتسعى من خلال أجهزتها المعنية إن هي بتوفر مصادر استثمارية للمصريين الخارج، سواء محافظة سكنية أو أعراض. بالنسبة للطرح اللي إن شاء الله يعني بعد إن شاء الله الإعلان عنه خلال لا تتضمن مجموعه من قطع الاراضي تقريبا تتراوح من 3000 قطعه في 10 من 6 من 3000 ل 6000 قطعه يا فندم؟ من 2000 ل 3000 قطعه. من 2000 ل 3000 قطعه، تمام. في 10 مدن جديده اللي هي القاهره الجديده والشيخ زايد و6 اكتوبر ودمياط الجديده والعبور والشروق وبدر، العبور الجديده والسادات ومدينه العاشر من رمضان. الاراضي اللي هيتم طرحها ان شاء الله بما فيها يعني جزء ثاني منها وحدات تقنيه مميزه هتبقى في العاصمه الاداريه والمنصوره في مدينه الشروق، ويعني الوحدات دي هتبقى تقريبا فيلات او وحدات مميزه جدا للمصريين. المساحات بتاعت الاراضي ان شاء الله هيتم طرحها تبدا من 400 متر لحد 1000 متر. الأسعار هتتراوح من 6 ل 10000 جنيه للمتر، وهيتم التبادل من خلال تقديم على موقع الإلكتروني الخاص بالحج الوطن. دي متعرف عليها إن هو أصلاً من كده تم طرح أكثر من مراحل الأعوام السابقة يعني، وآخرها كانت في منتصف العام الحالي لما طرح المرحلة الثانية من وأراضي بتبقى في المصير. طب أستاذ أشرف، هل في أي أخبار عن إمتى هيكون الطرح تحديدا؟ هيبدأ إمتى؟ بالنسبة للطرح ممكن إن شاء الله يكون يعني قبل نهاية العام الحالي، بس الأستاذ حاليا بالتعاون مع هيئة الإمكانيات الغرمانية بتعمل حصر للأراضي الموجودة أو المتاحة لطرحها للمصريين بالخارج، اللي هم برضه تم تحديدهم قبل كده لمجموعه من قطع الاراضي اللي هيتم طرحها تباعا. يعني هم كل مدينه تحدد مثلا فيها مساحه معينه لطرحها للمصريين الخارج او ضمن مشروع بيت الوطن، ودي هيتم طرحها تباعا وفقا لمراحل الطرح خاصه بهذا المشروع. طيب الاجراءات اللي المفروض يمشي عليها المصريين لما يبدا الطرح هتكون عباره عن ايه يا فندم؟ اولا هيكون المتقدم ده مصري الجنسيه. ويكون معاه طبعا اقامه ساريه في الدوله المقيم بيها او العامل فيها. ايوه. ثالثا الا يقل عمر المتقدم عن 21 سنه، وهيقوم المتقدم او الراغب في الحصول على وحده سكنيه او قطعه ارض من خلال الطرح الخاص بمشروع بيت الوطن تحويل المبالغ الماليه او الحجوزات اللي هي مقررة من قبل الجهات المعنية من الخارج وفقا لحساب بنكي هيتم الإعلان عنه من خلال الموقع بتاع حجز الوحدات أو حجز الأراضي الموجودة في الهيئة. رابعا أو خامسا يعني الشرط الهيئة إن الحكم ده ألا يكون قد حصل على وحدة تسمية في نفس المشروع أو قطعة أرض في نفس المشروع.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد، عفوا اشرف العمده، مدير تحرير الجريده العقاريه. وبكل تاكيد هنتابع برضو لما يكون في طرح بشكل رسمي للموقع، علشان اي حد عايز يسجل لشراء قطع الاراضي في مشروع بيت الوطن يقدر يعرف كل التفاصيل.